السلام عليكم. الانحراف المعياري ده بيبقى مجموعة بيانات عشان نقيس مدى تشتت البيانات عن الوسط الحسابي. عندنا مجموعة من الأرقام وشفنا الوسط الحسابي بتاعهم كام، يعني مثلا عندي الأرقام دي الوسط الحسابي بتاعهم قد إيه. ممكن أقول له أنا عايز الأفريج من هنا، أفريج تمام، وأقول له للقيم دي. طيب ده الأفريج، بس ممكن يكون في رقم كبير قوي أو رقم صغير قوي، فده هيفرق معايا. فأنا عايز أعرف التشتت البيانات قد ايه، في ارقام بعيده عن المتوسط ولا لا. فبنعمل ايه، في معادله كل رقم من دول مفروض اطرح منه الافرج او المتوسط، وبعد كده نعمل التربيع، وبعد كده نجمعهم كلهم على بعض، وبعد كده نقسمه على عددهم وندخلهم جوه الكسر. مش لازم تحفظ المعادله، تمام، ممكن نعملها بسهوله، لان احنا لما نتكلم مع الذكاء الاصطناعي مش محتاج ان انا احفظ معادلات. انا كل همي ان انا اقدر اتعامل مع الذكاء الاصطناعي واتاكد ان البيانات بتاعت دي مطابقه للحقيقه. فانا ممكن اجي اقول له انا عايز فانكشن، واقول له انا عايز مثلا داله اهوت، واقول له بقى خد لي كل الارقام ديت. واقول له خد الارقام ديت، فجاب لي يعني كسر كده 0.11. انما لو انا قلت له نفس المعادله ديت على بقيه الارقام، هتلاقي في ان الانحراف المعياري كبير بالذات هنا، لان هنا مثلا ده 22. طيب لو خليته مثلا 2 هتلاقي الانحراف المعياري قل. فده لان ممكن وانا بعمل عايز المتوسط او عايز اعرف الارقام بتاعت دي مظبوطة ولا لا، او تنفع انها تكون عينة، ابدأ اشوف الانحراف المعياري بتاعي. ده من الحاجات الرياضيات الاساسية اللي احنا ممكن نحتاجها في الذكاء الاصطناعي.